يعني يوم سعيد. انا بحب. ونبدا معاكي منين؟ انت بتعملي حاجات كتير حلوه، الحكايه الحمد بدات لله. معاكي ازاي وامتى وبداتي ازاي يعني؟ هي البدايه اصلا عندي كانت اعاده تدوير، بس ابتديت في اللوحات المضيئه. اعاده تدوير لايه؟ البرطمانات مثلا؟ اه مثلا، عشان احنا كلنا يعني والكرتون والكرتون وحاجات كتير. فحد عرض عليا ان انا اعمل لوحات مضيئه زي دي، بتنور في الضلمه. ابتدينا الاول بالوان مستورده، المشروع ما نجحش شويه، فابتديت ان انا اشغلها في حاجه تانية زي الاكسسوار، والحمد لله نجحت معانا بقى المره دي. وابتديت ان انا اوفرها في كذا مكان، وجات فتره بقى عليا خلاص الالوان مش موجوده وهعطل، يعني شغلي خلاص هيقف. حاولت وجربت لحد ما بقيت اصنع الالوان بنفسي. بس فكره ربط اعاده التدوير بمشغولات يدويه، حضرتك اصلا من الاول تحبي الرسم ودارسه ده ولا دي موهبه؟ لا انا مش دارسه. حضرتك دارسه ايه؟ تجاره. يعني مالكيش دعوه بالفن ده من اوله لاخره، دي موهبه. بس بداتي تنميها في ان انت الاشياء اللي موجوده عندك في البيت ازاي تستغليها ويكون شكلها جميل. من وانا صغيره يعني، من وانا صغيره برسم وبعمل اي حاجه قدامي بلعب بيها وبعمل بيها شكل فني مثلا، او ابتكر حاجه مختلفه. يعني بتستغلي فكره اعاده التدوير في ان مش مجرد ان انا بدورها وبعمل بيها منتج تاني، لا ده انا بتكلم في جانب ابداعي. ايوه. طب بس في حضرتك كده اتكلمتي في حاجه ان الالوان وكنتي بتستخدميها، هنتكلم في تفاصيل اكتر بخصوص انها يعني الوان بتنور معانا في الضلمه. ايوه. ولكن حضرتك قلتي الالوان كانت مستورده، فبداتي بعد كده ان انت تفكري ان انت اللي هتعمليها، وحضرتك دارسه موضوع تجارة. مختلف تماما يعني تجاره. ازاي قدرتي ان انت تعملي ده؟ احنا مش بنسال عن سر الخلطه ولا. لا انا فاهمه. ولكن فهمة. ازاي فكره ان حضرتك اللي تصنعيها بنفسك؟ هو كل حاجه جت ورا بعضها كده مش مترتبه، بس انا عشان الاقي لنفسي حلول كان لازم ان انا اجرب. فشلت مره واثنين وثلاثه، وطبعا هدرت خامات كتير، بس الحمد لله في الاخر قدرت اوصل لنتيجه مرضيه. ومش ده اللي انا بقوله يعني، هم الناس اللي جربوا الالوان هم اللي بيقولوا ده. تمام. بس حضرتك مش بس بتشتغلي في الالوان المضيئه، لا. انت بتشتغلي في حاجات كتير متنوعه، منها المكرميه، وده فن مميز جدا وبيحتاج صبر وقدره على يعني التفكير في تصميم مختلف ومبتكر، الى جانب ان هي بقى لها يعني اشكال حديثه غير زمان يعني. فاحكي لنا برضو فكره المشغولات اليدويه المتعدده دي، ازاي اتعلمتيها؟ ازاي اتمرنتي عليها؟ هو اي فن انا بشوفه بيستهويني بروح على طول ان انا اجربه، او اخد كورس مثلا انمي فيه مثلا التغذيه البصريه ليا من على النت مثلا. بحاول يعني، عندي اصرار ان انا الحاجه حتى لو انا مش عارفاها انا هجرب وهعملها. تمام. طب استاذه سماء، حضرتك قلتي ان في البدايه كان الموضوع على اللوحات المضيئه اللي هي جنب حضرتك، بعد كده الموضوع دخل ان تستخدميها في حاجه تانية زي مثلا اللي قدامنا ده، شمع. شمع جل. طب حضرتك توضحي لنا ده يعني الفكره فيه ايه بالظبط، والتصميم نفسه قايم عليه؟ الشمع نفسها فوق هي ممكن تنورها عادي، لما النور يطفي او نطفي الشمعه هي من تحت هتنور، هتدينا برضو اضاءه بعدها، فبتدي شكل حلو وطاقه ايجابيه. الالوان اللي مستخدمه فيها برضو الوان بتنور. والاشكال اللي محطوطه، الفراشات والحاجات دي هي جواها حاجات اصلا. الفراشات والحاجات اللي محطوطه دي بتنور بعضها، بينور في الضلمه برضو. طب تورينا اللوحه اللي جنبك دي بتنور ازاي عشان برضو يعني نفهم اكتر. دي اللوحه دي انا سميتها النجاه، هي ليها فكره، مش مجرد لوحه، مش مجرد لون. ان هنا العثرات اللي بتحصل لنا في حياتنا، او التحديات او الصعاب، الازمات او اللي بتحصل لنا هنا مثلا، هيظهر زي حاجه شريره مثلا، او يعني بتحاول توقفنا عن ان احنا نكمل طريقنا. الطريق قدامي هنا الناس اللي موجوده دي، اهلي واصحابي اللي خلوني اخرج من المشكله عشانهم. وقلبي ده معاهم يعني عشان اروح لهم. يعني حلوه فكره اللوحه جدا، ويمكن تبان اكتر في الضلمه بقى، وكل واحد يتخيل جدا. كل التحديات هي الصور بتاعتها معاهم يعني، معاهم في ممكن الصور بتاعتها تيجي يعني. طيب احكي لي كده، ايه التحديات والصعاب اللي واجهتك في مشروع زي مشروعك
واتغلبتي عليها ازاي؟ طبعا سعر المادة الخام نفسها غالية جدا ونادرة، يعني مش سهل ان انا اجيب مادة خام كويسة وتقدر تديني نتيجة حلوة في الالوان اللي هي الالوان المضيئة. لان لما بعمل ممكن اعمل مرة مثلا اللون يجمد وما ينفعش ان انا اشتغل بيه، فدي خسارة. والالوان نفسها اصلا غالية جدا، يعني المادة الخام المستخدمة غالية لانها مستوردة. يعني دي مش الوان عادية، مش الوان زيت، اللوحة دي مش الوان زيت لا، فيها اكريليك. فيها جزء اكريليك اللي هو مش بينور. الجزء ده اكريليك ومدخلها فيها معاها الالوان المضيئه. والالوان المضيئه دي يعني شكلها ايه؟ اشرحها لنا اكتر. يعني بتتعمل بميه؟ ممكن اوريها لكم. طبعا يا ريت يعني تشرحي لنا كده. هي حضرتك معاكي الخام نفسه؟ معايا. تمام، احنا جايين بادواتنا. طبعا اهي. يعني مش عارفه لو وريت لكم الالوان اللي هنا دي ممكن تبان ولا لا، يعني غيرت لونها اهي. هي برغم ان العبوه نفسها لونها ابيض بس كل لون جواها لون بينوروا مختلف. الوان مختلفه. في اخضر وازرق، صح كده؟ هم كانوا 10 الوان كمان بس انا قللتهم عشان التكلفه. هي هنا لما حضرتك سلطتي عليها الكشاف هي نقدر نقول انها شحنت شويه. ايوه، يعني كل ما النور هيتسلط عليها هتنور اكتر في الضلمه. صح كده، دي الفكره. وهي ماده سائله بقى سائله إيه؟ وسهله الاستخدام. انا عاملاها في الازايز دي عشان لو انا هلون او طفل هيستخدمها، يعني في هنا ستيكرز مثلا، ستيكر الاطفال ممكن يلونوه، بيستخدموه من بيفكوا الورقه البيضاء من ورا ويلونوه ويعملوا هم ستيكر بنفسهم. يعني ده الطفل يلونه عشان شايف متلون. هي متلونه من ورا ولا انا اهي؟ تمام، متلونه من ورا. تمام، بيتلون من ورا مش من قدام. بتتلون من ورا. هي الفكره انا عملتها برضو كده عشان الاطفال. يعني هو البوكس اللي حضرتك طلعتي منه الالوان والستيكر ده أيوة. اسمه بوكس السعاده. ايوه. يعني طب ايه بقى جوه بوكس السعاده كده؟ اشرحي لنا. ممكن اجيبه كده شويه؟ ده للاطفال، حضرتك عاملاه للاطفال علشان الاطفال اللوحة. بس على فكره يعني ولينا كمان، يعني احنا ممكن نسعد بيه. يعني سعاده للجميع. هم اللي معموله دي لا دول انا هسالك عليهم لان ده خيط مكرميه. وبرضو حضرتك استخدمتي الوان المضيئه على انك ينور بقى، احط مثلا هوم دي على باب الشقه جوه في الريسبشن او ما حد يدخل، فتبقى برضو مضيئه لو الدنيا مش منوره قوي. مش كده؟ صح. يعني طب الفكره جات لك منين وايه وازاي بتصمميها؟ انا شفت الاجانب كانوا بيعملوا بمكنه كده وبيعملوا خيط وبيدخلوا برضو فيه السلك وبيشتغلوا بيه، بس انا ما كانش متاح ليا المكنه دي. فاول قعدت ادور كده في الخامات او في الخيوط لحد ما لقيت الخيط، اسمه خيط كوردون تقريبا. يعني حضرتك دايما بتدوري على البديل. بدور على البديل، مش بحب اعطل نفسي. ده شيء ممتاز في حد ذاته. فبدور على الحاجه اللي تنفعني وفي نفس الوقت، طب انا حتى لو جبت المكنه، ما هي المكنه غاليه وبتكلف وقت، انا لقيت الخيط دوت وفر لي وقت والالوان بتثبت عليه وشكله جميل جميل وعملي. والالوان المضيئه دي بتستخدم على اي حاجه؟ يعني ممكن على الملابس مثلا، تيشيرت يتعمل عليها الوان مضيئه، يعني على اي، على لوحه، على لوحات خشب، الستيكر مع الريزن زي الفراشه دي. الفراشه دي بتنور، دي ريزن ومعمول لها بتنور في الضلمه برضو. الميداليات الخشب، اول الميداليات دي فاهم الخشب. لسه بتكلم. الكهرباء تقطع على طول الاقي المفاتيح، ابقى ضامن ان انا الاقيها. هو انا عندي شقه كلها بتنور لما النور يقطع. طب انت موفره في الكهرباء، ده شيء جميل. طب البوكس السعاده بقى ايه اللي فيه تاني غير البوكس السعاده؟ احنا عندنا هنا، انا عاملاه مش للاطفال بس، انا عاملاه للعيله كلها عشان يقعدوا يعملوا نشاط مع بعض، الاب والام والاطفال كله، يعني حاجه يجتمع عليها الاسره. ايوه يعني لسه بنتكلم. دي فكره جميله. يعني انا عامله لهم هنا بقى الخيط اللي احنا مستخدمينه في الاشكال اللي هي هنا دي. ده خيط، انا كنت فاكراه خيط مكرميه لانه نفس ما هو خيط مكرميه. بس حضرتك قلتي اسم بيستخدم تاني. اسمه كوردون، هو ليه اسم. واقدر استخدم معاه السلك علشان يبقى مقوى زي ما بيقولوا. السلك هو اقدر اكتب بيه. بنستخدم مقاسات طبعا عشان لو اسم كبير مثلا مش هينفع اعمل بالرفيع، لازم اعمل بالسميك.
تمام. فانا موفره لهم كل المقاسات والخامات اللي تخليهم يعملوا اشكال. بس هم لوحدهم يقدروا يعملوا ولا بمساعدتك في البدايه في الاول؟ هو في فيديوهات على النت كتير ممكن, او ممكن هم يبتكروا يعني, ممكن يشوفوا صوره يقلدوها, ممكن يعملوا مثلا العاب زي بس حضرتك قلتي ان الالوان ساعات بتنشف, ساعات بيحصل لها اي مشكله, فهم ازاي يعرفوا بقى المقدار؟ ده انا بساعدهم فيه, انا بفضل مع العملاء بتوعي طول الوقت يعني, اي حد بيحتاج مساعدتي او رايي في اي حاجه او يسال سؤال مثلا هو واقف فيه, انا معاهم على طول. طب الالوان دي مش مؤذيه للاطفال؟ لا. وبعدين انا في ضوابط مثلا معينه استخدم بيها الطفل؟ بس اول ما اخلص شغل بيها اغسل ايدي بس يعني ما احطهاش في بقي. وبتطلع بسهوله من بتطلع الايد بسهولة. مش من الايد بتطلع بسهوله, من اللبس واضح. لا. اول ما ابتسمتي كده يعني ماما هتزعل منك. هتبقى برضو لوحه سرياليه على اليوم. مش مشكله. فانا موفره لهم هنا كل الحاجات, وعامله لهم كمان الوان عاديه بحيث ان ما يبقاش تكلفه عاليه برضو ان انا اعمل كل حاجه بالالوان المضيئه بس. اخترعت لهم برضو حاجه تمام. ان هم يلونوا بيها زي اللوحه اللي جنب حضرتك دي فيها يعني الوان عاديه شبهها. شبهها يعني. شويه. طيب هو احنا عندنا بس تستخدم الالوان للخيط وللستيكر. احنا عندنا الالوان الاساسيه 7, وبعد كده بناخد من الالوان نظبط بقى الدرجات اللي احنا حابينها اللي احنا عايزينها. فالوان المضيئه نفس الفكره ولا ايه؟ بس احنا عندنا هنا هم كانوا 10 بس انا قللتهم لما الاسعار ارتفعت شويه. فعشان تبقى متاحه. لا اقصد ان هي فيها ايه الالوان الثابته اللي فيها وايه اللي ممكن اللي حاليا دول الثابتين. هي مش زي بقيه الالوان فيها الاحمر والاسود والدرجات دي. لا هي الوان انا اقدر استخدمها اكمل بيها حاجه. دول ممكن يتخلطوا على بعض؟ ممكن افتح واغمق, بس انا بعملها غامقه قوي عشان هم يقدروا يفتحوا. لكن ما يقدروش يغمقوا اكتر كمان. وما يقدروش يغمقوا, هم يقدروا يفتحوها. يقدروا بيحط نقطه بقى كده وعليها ميه مثلا ولا لا؟ مش ميه, هي الالوان مع بعضها يعني. ممكن افتح اللون الازرق اخليه لبني فاتح, ممكن احط اصفر مثلا على ازرق يديني اخضر, اعمل درجات. تمام. بوكس السعاده لسه في ايه معانا؟ هو انا حاطه لهم كمان الباليتا عشان يقدروا يلونوا, ومعنا الستيكرز, عامله لهم اشكال مختلفه للبنات والولاد عشان كله يبقى مبسوط, وعامله كمان الدبل فيس عشان يعرفوا يلزقوها بعد كده يعملوا منتج متكامل. ده كمان ده يساعده على ان هو يكون مبتكر طبعا, يخليه كمان يفكر في مشروع يعني. البوكس ده اصلا ممكن يعمل بيه مشروع, ممكن ام تعمل بيه مشروع مثلا, تبتدي مشروع. عامله لهم ستيكرز اهي, دي بتتفك. بعد ما يلونها يقدر يفكها ويستخدمها؟ لا هي بنفكها الاول ونلونها من هنا من ورا, وبعد ما بتنشف نروح مركبين بقى عليها الدبل فيس. هو ده يعني في شبهه كده حاجات بلاستيك للاطفال معاها الالوان بتاعتها بتتباع يعني. فهي الفكره بقى عامله افكار شبهها. يعني انت عامله افكار مختلفه واكيد موفره اقتصاديا برضو افضل يعني من ان الواحد يشتري الالعاب اللي انا بقول عليها دي. هي مش موفره قوي عشان الالوان غاليه. النسبه والتناسب يعني عشان الالوان كده تبقى. انا مستني البرديه دي. وهنا بقى عامله لهم الحروف الانجليزي. لا انت مشبكه. الاستيكر اللي كان مع حضرتك. لا دي بقى قلتي لي الملابس. دي ملابس وشنطه فستان. كمان والشنطه. لا الفستان بس الرسمه اللي هو اللي عليه الرسمه. ده هيبقى الشكل اللي هو على اليمين خالص ده اللي هو الشكل لما ينور. دي اللوحه اللي هي اللي معانا. دي اللي شفناها دلوقتي شكلها بيتغير خالص في الضلمه. تمام. بس فكره لطيفه والله. دي برده اللي معانا الفراشه اللي معانا. انا في اللوحه لو حتى لو لما نرجعها انت كنت تاني. حضرتك كنت بتتكلمي على المكرميه, انا دخلت الالوان المضيئه مع المكرميه لاول مره في مصر.